بسم الله الرحمن الرحيم. معكم زنان محمد رئيس مجلس جماعة قنتور إقليم يوسفية. هذه القافلة كتنظم في مناسبة ذكرى 19 المبادرة للتنمية البشرية في إطار صحة الأم والطفل التي يستفيد منها حوالي 2000 من سكان الجامعة. وهذه المبادرة وهذه القافلة الطبية كتجي في إطار مقترحة من عند السيد العام مشكورا، ودائما كتكون هذه القافلة عبر على مستوى الإقليم كلما دعت الضرورة. وهناك سكان الجامعة احنا محتاجين لهذه القافلة، والسكان ديال الجامعة كيحبوا هذه القافلة لأنه كيستفيدوا منها بالمجان، لا في الأدوية لا في الفحوصات، فحوصات بالأشعة، جميع التخصصات كاينين، مرضى القلب، أمراض النساء، أمراض الطفل، أمراض العيون، يعني جميع التخصصات. وهذا المبادرة مشكور السيد العامل، وكنشكر جميع الشركاء بما فيها جمعية صفوف للشرف وعلى رأسهم الدكتور بناني، وجميع الشركاء بما فيهم مكتب شريف الفوسفات. وكنجمعوا بهذه المناسبة لأن هذا عمل إنساني كيتقام على صعيد الإقليم وعلى مستوى الجماعة بالخصوص. ومن هذا المنبر كنشكر السيد عامل الإقليم يوسفية على الالتفاتة ديالو الدائمة والاطلاع الدائم على رعاية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. في إطار تخليد الذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم اليوسفية قافلة طبية في بدائرة القنتور اللي فيها مجموعة من الاختصاصات، من أهمها اختصاص ديال الطب وتوليد النساء وطب الأطفال، تماشيا مع شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه السنة اللي هو 1000 يوم الأولى من حياة الطفل هي أساس مستقبل، هي أساس المستقبل. هذا العام غادي تكون الاحتفال بالذكرى 19 على طول شهر، اللي غادي يكونوا فيه مجموعه من الحملات التحسيسيه بشراكه مع الجمعيات المسيره لمنظومه الصحه الجماعاتيه والمصالح المختصه، اللي غادي يكونوا فيها تحسيس باهميه 1000 يوم الاولى من حياه الطفل على مستوى الدواوير، وغادي يكونوا حملات تحسيسيه للمؤسسات التعليميه ودور الطالب والطالبه والداخليات. ابراهيم ايدو رئيس قسم العمل الاجتماعي بعماله اليوسفية. اليوم حنا في اطار تخليد الذكرى 19 لاعطاء انطلاقه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كتشهد واحد المجموعه من الفعاليات والانشطه، ومن بينها تنظيم هذه القافله الطبيه اللي كتهتم بصحه الام والطفل. هذه القافله الطبيه اللي كيشارك فيها 40 طبيب لفائدة واحد 2000 مستفيد، وفيها 12 ديال التخصصات.
وكما قلنا اللي كتركز على صحة الأم والطفل. وإضافة إلى هذا النشاط كاين واحد مجموعة من الأنشطة أخرى، كاين لقاء تواصلي ديال اللجنة الإقليمية واجتماعات ديال اللجنة المحلية للتنمية البشرية، كلها غادي تركز على التوعية بأهمية صحة الأم والطفل، إضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة بدور الولادة ودور الأمومة اللي كلها كتدخل في إطار تخليد هذه الذكرى هذه اللي جات تحت شعار ألف يوم الأولى. أساس كما قلنا بأن هذه الذكرى جات تحت شعار ألف يوم الأولى أساس تنمية الطفولة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحق العشيبة، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم اليوسفية. إذا تخليدا للذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس حول الألف يوم الأولى من حياة الطفل. وبهذه المناسبة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية باليوسفية تنظم اليوم قافلة طبية. هذه القافلة الطبية بمساهمة عملة إقليم اليوسفية، جمعية صفوف الشرف، المجمع الشريف للفوسفات، جمعية أصدقاء المستشفى، المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي. هذه الحملة فيها حوالي 12 حتى 14 تخصص من مختلف التخصصات الطبية، 42 طبيب اختصاصي وطاقم تمريضي وإداري من المرتقبة.